اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حتكون محاضرتنا على المانجمنت اوف كريتيكلي ال اسماتيك بيشنتس، اللي هو يشمل المرضى اللي هم يجون للطوارئ وهم في حاله معينه، مو المريض اللي يجينا للعياده وهو صاحي ودا يسولف بس هو اسماتيك، يعني اللي هي المريض يكون في وضع اللي هو critically ill. Objectives مال هاي المحاضرة to know what is acute severe asthma and life threatening asthma، حتى نعرف الإبيديميولوجي قد تصير وشلون التوزيع بين الناس. The clinical presentation مال هيك كيسات والباثوفيزيولوجي و how to manage in the ER and in the ICU after that. خلينا نحكي في الانترودكشن بسيطة. الأكوت سيفير أسما هي exacerbation of asthma which is unresponsive to standard bronchodilators and steroid management، اللي هي لما أنت تنطي هاي الأشياء ولا بعدها هو مو زين. قد هذول موجودين؟ هذول موجودين بكثرة، بدليل أنه في يونايتد كينجدوم 1600 death سنويا من وراء هذا الموضوع. potentially preventable من تجي تدرسها للموضوع، لأنه لو كانوا ذولا ما يعني عندهم بلان ومسوين medical assistance properly كان ما تعرضوا لهذا الشيء، بدليل أنه 45% they didn't call for medical assistance و 77% ما عندهم asthma action plan. أنت according to Gina لازم عندك اللي قلنا global initiative of asthma، لازم عندك بلان. إيش قد تصير عندك مره هيك فد اوكيجنالي اللي هي ستيج 1، لا والله مرتين بالشهر، اربع مرات بالشهر، كلش فريكوينت بحيث تو تايمز بير ويك وهكذا. المهم عاده ذولا تلقاهم ياخذون بيتا بلوكر او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وانتم تعرفون احنا الاراتشيدونيك اسيد راح يروح اما باتجاه السايكلو اوكسجينيز او الليكوترينز، فالنون ستيرويدر راح يغفل السايكلو اوكسجينيز، راح كله يتجه باتجاه الليكوترين، وزياده افراز الليكوترين حتسوي برونكوسبازم وتسوي لنا مشاكل. ونفس الشيء البيتا بلوكر باعتبار البيتا ريسبتر دايركتلي. ذا ريسك فاكتور فور لايف ثريتنج اسما انكلود شيئين، السيفيريتي مالت الأزمة، وأكو نوبات adverse behavioral or psychological feature اللي هي تصير عند المريض وتخلي يصير عنده هذا الشيء. يعني شنو هسه أنا شلون راح أعرف؟ سؤال يتوجه أنا شلون راح أعرف السيفيريتي مال الأزمة؟ عندي أربع أشياء. أول شيء صايرة عنده قبل previous near fatal أزمة، فأني هذا يوحي لي أنه هذا المريض اللي هو هسه قاعد قدامي ترى أي وقت ممكن يتعرض إلى هذا الموضوع. Heavy use of beta agonists، يستخدم هواية سابا أو لابا طبعا، بس خصوصا إذا كان سابا اللي هي short acting اللي هي الفينتولين سلبيتامول. Repeated hospitalization، لما أنت يقول لك يابا هذا كل سنة يفوت للطوارئ، أتوقع حيفوت للطوارئ أو للآي سي يو. Using or requiring three or more classes of asthma treatment، يعني تلقى مو بس على ال شو اسمه، تلقى مثلا ياخذ اللي هو مثلا ستيج 5 اللي هو ياخذ همين الاي سي اس الانهليشنال كورتيكوستيرويد، وهمين ياخذ السابا او اللابا شو اي وحده من عندهم، وهمين ياخذ مثلا الاورال ستيرويد كتريتمنت. هاي الاربع اشياء تخلي اذا عندي مريض جيراني، مريض يجيني العياده، او مريض يراجعني او اعرفه او صديقي، دائما اكون حذر باتجاه هذا الموضوع. زين شنو قلنا هسه هاي السيفيريتي بالله عرفناها، شنو قلنا ادفيرس بيهيفيرال اور سايكولوجيكال فيتشر؟ انا اقول لكم يعني شنو، الاحظ المريض ما عنده فد التزام بالدواء مالته، راح للمستشفى وكيف طلع بعدك يابا وضعك مو زين، تشوفه البيهيفير مالته اود، هيستوري اوف ليرنينج ديفيكولتي، ما عنده فد البيرسبشن مالته مو زين، ما يفهم الاشياء، من تقول له يابا وضعك خطر اشتري دواء اشتري كذا ما يلتزم. دينايل، ما عندي انا شيء، هي تحسس بسيط.
تلقى الكهوليك دراج ابيوزر اوبيس. بالمناسبه اكو اوبيس ريليتد اسمه، شافوا انه بعض الاوبيس اللي دا يجونوا اسماتك بس من يضعف يصير زين، شو تروح منه الاسمه، شنو اللي دا يصير ما يعرفون. انون اكسبلانيشن امبلويمنت اند انكم ديفيكولتيز، تجي تشوف وضع المادي صعب، ما يقدر يشتري الادويه مثلا هسه سيمبيكورت ب 60,000 ما يقدر يشتري، وهكذا. سوشيال ايزوليشن، سيفير دومستيك اور مارايتال اور ليجال ستريس، ملتهي بمشاكل العائليه ومشاكل الامور الاخرى والمحاكم فتشوف اكو يعني فت بيهيفيرال او سايكولوجيكال فيتشر اللي هي تخليه تتعرض او تتوقع بي يروح بهذا الاتجاه. هسه هاي الانترودكشن، خلينا نشوف شنو الكرايتيريا مال الاسمدف، انت ذولا اللي ديموتون، خلينا نشوف هم من يا نوع. احنا عندنا بالاسمه اكو ايوزينوفيليك واكو نيوتروفيليك اللي هي همين يسموها اكزوجينوس واندوجينوس، وكلكم دارسين الباطنية وتعرفون. شافوا انه ذولا اللي هم ديموتون 80 الى 90% اللي هم ايوزينوفيليك انفلاميشن بريدومينانت وذ ميوكس بلاجينج. وطبعا ذولا بريفنتبل يعني لانه تايب 1 هايبرسنسيتيفيتي اكشن فبريفنتبل، ما شو اسمه السدن اسفكسيا اللي تصير عند النيوتروفيليك انفلاميشن اللي عندهم اللي هي ما يصير بميوكس بلاك ال ويكون عاده all of a sudden تخربط المريض وكذا ويروح من ايدك، هذول اللي يشكلون 8 الى 14%. هاي الكرايتيريا مالتهم. زين خلينا نشوف، احنا قلنا عندنا acute severe اسمه وعندنا life threatening اسمه. يعني شنو؟ يعني اذا كان عنده البيك اكسبيراتوري فلو ريت 33 الى 50% من البريدكتد، يعني مو اقل منها، هذا اكوت سيفير اسمه. او مثلا اذا ريسبيرتوري ريت اكثر من 25، بلس ريت اكثر من 110، اني ابل تو كومبليت سنتنس، هاي اكوت سيفير اسمه. بس اكو اخطر منها اللي هي اللايف ثريتنينج، اللي هي لما اضافه الى هاي اكو يعني اكو فد شيء اخر، لا البيك اكسبيراتوري فلوريت مو 33، اقل من 33، الاس بي او 2 قليل، البي اي او 2 اقل من 60، السايلنت تشيس فيبل ريسبيراتوري ايفورت براديكارديا هايبوتنشن كونفيوجن وهكذا. هاي الاشياء اذا قامت تصير وصلنا لايف ثريتنينج ازمه وصارت الامور باتجاه خطر. زين هل انه انا متاكد هاي اسمه؟ ماكو، اكو شيء يسموها اسما ميمك. اسما ميمك، اكو اشياء ممكن اني اشياء ممكن اتوهم بها انها اسما وهي مو اسما. مثلا تيجيني مريض اتش واي اس او مريضه اتش واي اس، سايكولوجيكال ديستريس، فوكال كورد ديسفانكشن، ليفنتكولار فيلر، نيمونايتس، COPD، ياتروجينك ادرينالين انجكشن، هذه كلها ممكن تسوي لي فد مشاكل اللي هي تتشابه مع الاكيوت سيفير اسما او النير فيتال اسما، فلازم اكون متاكد. هسه لا والله تاكدت شور انه اكيوت سيفير اسما، اوكي نروح بوجهنا. شنو المانجمنت جول؟ اني لما اني ام جوينج تو مانج such كيس اوف اسما، شنو المانجمنت جول؟ ثلاثه، عندي هايبوكسيا وبرونكوسبازم وانفلاميشن. هذه الاشياء النمبر 1. نمبر 2، لازم اعرف اني راح هذا المريض محتاج اني انتنسيف كير لو لا، لانه اذا لي قدام احتاج انتنسيف كير خلي ادزه، لانه معناتها اني جهدي ويا عبثي والوقت تايم ايكوال تو لايف. صح. النقطة الثالثة address the underlying cause and treat if present. إذا شفت إنه أكو inflammatory process ويا هاي الأزمة لازم أعالجها. سمعت سؤال يمكن أكو؟ عفوا من حكي؟ ها أوكي نستمر؟ نستمر لو عندنا مشكلة شباب. لا لا أستاذ ما أي مشكلة. ممتاز. زين خليني نجي نحكي القصة من بدايتها. هسه احنا تاكدنا هاي اسمه، عرفنا الاوبجكتيفز مالتنا، هسه نريد نفتهم شلون الابروش مالتنا راح يكون. اجى مريض
ونريد نسوي له proper management. الابروتش مالتنا كالاتي: السمتم ايش راح يقول لي؟ عندي tightness، اكو دسنية، اكو chest pain، اكو dizziness، اكو palpitation، اكو throat tightness. ومثل ما تتذكرون قلنا الويز وكمية، اكو عندي polyphonic ويز، كمية الويز لا تعني زيادة severity. يعني لما المريض دي يوسوس والوسواسة مالته واصلة الى كذا، مو معناته هذا سيفير اكثر، بالعكس يجوز سايلنت تشيست هو واموره مو زينه. واضح؟ يعني يجوز ال 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 هذا البوليفونيك ويز هو اللي موجود هو مجرد سمبل برونكوسبازم، بينما مريض اخر لا، هو اصلا ما دي يطلع صوت، بس هو لانه سايلنت، لان الامور سيفير اكثر. اذا الويز لا يتناسب كميته مع السيفيريتي، لا يتناسب طرديا. اوكي، اجي على الاكزامينيشن. اسيسنج جنرال ديستريس ليفل، اكسسوري مسل يوز، ابيليتي تو سبيك فول سنتنس، منتال ستيتس، ليفل اوف كونشسنس. اذا لاحظت انه سكن راش، اكو ثلاثي لازم نخليه ببالنا. اذا اكو، اذا قال لي خشمه مسدود، يعني عنده فريكوينت الرجيك راينايتس وعده سكن راش وعده هاي الويز وهاي المشاكل، معناتها ثبت عيد انه this is asthma وموستلي تكون eosinophilic. اوكي، نجي على examination of the chest. خلي نكون more specific. increase work of breathing، الاحظ بالchest auscultation الwheeze اللي هي قلنا diffuse polyphonic expiratory wheeze with increase expiratory phase and decrease airflow. احنا قلنا الفرق او بعدين نجي على الفرق، خلي وحده وحده. ومثل ما قلنا silent chest is a red flag، مو معناتها انه انت الويز العالي هو indicate severity. unilateral absence of breath sound unlikely بالاسمه، دور على غير كوز، يجوز نيموثوراكس، يجوز نيمونيا، المفروض bilateral. عندي tachycardia ممكن تكون السايد افكت مال البرونكودايليتر اللي يجوز هو اصلا ما اخذها. يعني شنو؟ يعني ما اخذ له فتشم نفخه من الانهيلر او نعطيه بمكان اخر، انت بالمدينه وجاك مثلا من مكان اخر وماخذ برونكودايليتر وهسه تكارديك، او مالت الهايبوكسيا، انتم تعرفون الهايبوكسيا اول استجابه لها تكون التكارديا. براديكارديا موجوده، ممكن تكون حتى ساين اوف لايف ثريتنينج، ورا ما تكارديا 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 الهارت جيت فاتيجد ويروح باتجاه براديكارديا. البلسس بارادوكسس اذا اني سبع وحسيته، طبعا البلسس بارادوكسس اذا تذكروه بايام الدراسه اللي هو المفروض اني بالانسبريشن يقل اباوت 10% من البلد بريشر، طبعا راح اشوفه اما بقياس البلد بريشر او بالبلس مالتي اذا عندي موجه تطلع لي الموجه مالت الارتريال اللي هي عاده ما تكون عندنا موجوده. البلسس بارادوكسس حيصير الدكريمنت اكثر من 10% بال سيستوليك وبالدايستوليك. فبالنتيجه اذا عندي البلسس بارادوكسس انديكيت سيفيريتي. ليش هذا دا يصير؟ لانه اكو انكريز انترا ثوراسيك بريشر نتيجه الاير ترابينج. اوكي، نمشي هسه ونشوف. شفت هن ذني، شفت هن موجودات، اوكي احتاج ايمجينج؟ لا، الا اذا شو وقت احتاج ايمجينج والايمجينج يفيدني؟ اذا انا كنت اشك بشيء اخر تو بي اكسكلودد. يعني شفت يونيلاترال بروبلم، ممكن تكون نيمونيا، ممكن تكون نيموميدياستينم، ممكن تكون نيموثوراكس، فادز تشيست اكس راي او يجوز حتى اشوف اذا الامور تسمح لي ادز سي تي. ليش؟ لانه أنا الوقت جدا ثمين عندي، هذا المريض الوقت ممكن إذا أخسره أفقده. أوكي ماشي، خلي نبلش وياه بالطوارئ. جيت أني صحوك أنت يا خفر، شفت شو مسوين؟ شفتهم. المفروض to start with المريض تقعده reassure him، تبدي وياه high flow oxygen، الايم ماتك ما ساتوريشن 90، تبدي وياني بلايس سالبيتامول 5 ملي جرام، ممكن ينعاد كل ربع الى نص ساعه للمريض. براتروبيوم برومايد اذا متوفر 0.5 ملي جرام، ممكن ينعاد 4 to 6 اورلي. ستيرويد مثلا انطي بريدنيزولون اذا يقدر يبلع،
او اذا ما يقدر يبلع هيدروكورتيزون او مثيل برتنزولون انطي مغنيسيوم سلفيت 1 تو 2 الى 2 جرام اي في خلال 20 دقيقه كلها هاي ممكن تنطي وهو بالاي ار بالصاله الطوارئ. وطبعا ما انسى ممكن تكون هذا الموضوع precipitated by infection فانطي antibiotic cover. اوكي نسوي هذا. المونيتورنج مالتش حيكون لازم اني اكون مونيتورنج بروبرلي الساتوريشن مال اوكسجين الانتادل سي او 2 النون انفيزيف بلاد بريشر بري اند بوست نيبلايزر بيك فلوريت اذا عندي، لانه اشوفه اذا تحسن ورا النيبلايزر معناته الامور زينه، اذا ما تحسن لازم اي شود كونسيدر اذر ميجر. اسوي ريبيتد اي بي جي اشوف الامور ايش دا يصير عندي، ايش قد الامور دا تتغير، عندي اسيدوزز لو لا. وما انسى سيرم الكترولايت، ما زال اني هنا دا انطي بيتا اغونست ممكن يصير عندي هايبوكاليميا وهايبومغنيسيميا، وممكن حتى اشوف اليو ويف بالاي سي جي، وانا لازم رابط المريض على اي سي جي لانه اي وقت من الاوقات يصير عندي كاردياك انسلت وهو بالطوارئ لازم هذا الربط عليه. اوكي المريض تحسن وصار زين، هسه اكمل على بيتا اغونست وشويه شويه اقول له هاي تاخذها بعد بي ار ان يعني بروريناتا، بروريناتا يعني عند الحاجه تاخذها، واقول له تراجع طبيبك ما عندك غير شيء وكونتينيو اون المونيتورنج مال الامور وخلاص ما يحتاج اي سي يو، الامور تحسنت وخلاص انتهى الموضوع وطلع. لا والله الامور ساءت، انا عندي فيلر تو انيشال تريتمنت، هسه شو اسوي؟ انا هنا من عندي فيلر ورا ما سويت كل هاي الاشياء لازم افكر بالانتنسيف كير، وهسه نجي على الانديكيشنز مال انتنسيف كير مانجمنت. يعني شنو؟ انا راح اكمل على اوكسجين وبيتا اغون افري 15 مينت واب سنجل دوز مال مغنيسيوم سلفيت، وحتى ممكن استعمل الامينوفلين ولو شويه الايفيدنس اجينست ات، بس ممكن استعملت بالطوارئ وادز على ابو الاي سي. زين شنو الانديكيشنز لازم اني اكون مسلح من اذا اني لازم اعرف اني كطبيب كانتنسيفست او حتى اذا موجودين انا اطباء الطوارئ لازم الكل تتكلم بلغه واحده. شباب اللي فاتح المايك خليه يسده، شباب اكو اصوات دا تطلع منا ومنا. شباب محمد زوين، محمد اي اوكي تمام. شنو الانديكيشنز لازم كلنا نكون متفقين، يعني مو بالطوارئ ومثلا هو يقول يحتاج اي سي يو واحنا نقول لا ما يحتاج، لو بالعكس احنا نقول يحتاج، يعني هذه لازم كنا نتكلم لغه واحده. indications for ICU admissions هي ثلاثه اشياء، اما عندي مثل ما تذكرون بالindication of artificial ventilation، اما عندي hypoxia يعني PaO2 less than 60 despite انه اني ناطي good oxygenation of IO2، اما عندي PaCO2 rising عندي CO2 يعني retention، او عندي sign of increased work of breathing exhaustion drowsiness coma respiratory arrest، او عندي اللي نضاف هنا نشوف failure to improve despite adequate therapy. يقول لك دكتور سويتهن كلهن وما دا يتحسن، بس انتو ما دا تحسون هاي الاخيره انا تعمدت خليتها لان هي موجوده بالتكست اللي يتم التعامل معها. هاي الفيلير تو امبروف ديسبايت اديكوت ثيرابي هي موجوده ضمن هذني، يعني شنو هو فيلير تو امبروف ديسبايت اديكوت ثيرابي؟ يعني لو حيكون بعد هايبوكسيك، لو حيكون بعد سي او تو ريتينشن، لو بعد عند ساين اوف انكريز اور كوبريدنج، يعني هو شنو فيلير تو امبروف ديسبايت اديكوت ثيرابي؟ هو هذا. فاذا هي هاي لب الموضوع حتى نكون احنا محترفين، هو هذا اخلي الفنتليتر لما عندي هايبوكسيا PaCO2 retention أو sign of increased work of breathing، وتتفرع منها مئات الأسباب أو عشرات الأسباب. أوكي هسه المريض دزونا إياه، إحنا حتى نكون نعرف نعالج زين لازم نفهم الباثوفيزيولوجي of near fatal asthma. يعني إحنا ما نريد الباثوفيزيولوجي مال الأسماء الاعتيادية، إحنا نريد هذول اللي احتاجوا كل هاي المجرس
وما تحسنوا. شنو اللي شنو اللي الباثوفيزيولوجي ايش دا يصير عندهم وهم هيك مشكله؟ شوف احنا هنا اللي دا يصير عندنا هو الدايناميك هايبر انفليشن والانترنسيك بيب. احنا مثل ما قلنا مشكله الاوبستراكتيف اير واي ديزيز هي شلون هاو تو جيت ذا اير اوت، مشكله الريستريكتيف لانج ديزيز هاو تو جيت ذا اير ان. تمام، متفقين على هلا ما متفقين شباب؟ استاذ هاي نقطه عظيمه استاذ، خلينا بس نرجع لها. يعني شنو قصدي ابو اهل الاوبستراكتيف اير واي ديزيز عندي هذا الاير ترابينج وهاو تو جيت ذا اير اوت هو اللي مسبب لي المشكله، هي هاي مشكلتي الاساسيه اللي هي الاوتوبي. بينما مثلا ابو الار دي اس مشكلته شلون يدخل الهواء، لانه اكو عندي الكومبلاينس عندي قليل واللنج جيت فايبروزد اند مدى تطاوعني، صح لو غلط؟ متفقين لو متفقين؟ مدى ياخذ الانف ريسبيراتوري الافكت مالته، صح لو غلط؟ نعم. متفقين؟ تمام؟ نعم استاذ، تشينج بالبريشر تشينج بالفوليوم. نعم مو صحيح؟ زين اللي حيصير هو شنو؟ هذا الاكسبيراتوري اير فلو ليميتيشن ريزلت ان دايناميك انكريز ان اند اكسبيراتوري لانج فوليوم، مما حيؤدي الى دايناميك هايبر انفليشن، وهذا راح يتداخل مع الانسبيراتوري مسل فانكشن، فحيصير الدايفرام راح يصير كانما يعني مسطح، فالاعتماد كله على التشيست وول، وهذا حيتعب المريض، ما حيقدر يستمر، لانه increase intra thoracic pressure intercostal راح تتعب، فالامور كلها الورك اوف بريذنج راح يزيد. خلي زين هسه تقول لي اني ممكن هذا الشيء، يعني ممكن اني اذا عندي جهاز ويطلع لي الكيرفز ممكن اشوفه؟ اي راح تشوف بالفلو كيرف هذا الاوتوبيب، هذا راح اشوفه، ما يرجع للزيرو بوينت، ما يرجع للزيرو بوينت. واضح؟ واضحه شباب لو مو واضحه؟ اعيد. واضحه. اذا اني مريضي بالبدايه لما كان هو بعد زين وبالعكس تكبنك، كان عندي سي او 2 قليل، كان هايبوكابنك، بس لما صارت هاي المشكله صار السي او 2 اليمينيشن هم مشكله، فصار لهذا السبب يزيد السي او 2 عنده ويصير سي او 2 ناركوسيس. تمام، وحتى يصير احتمالية نيموثوراكس. خلي أشوفكم يعني شلون. العفو، أكو صورة ما موجودة، وينها؟ أوكي راح أحاول أشوفها وين. أكو صورة كان ساعدتنا. أوكي ماشي نكمل. هسه لهنا مفتهمين الأمور لو لا؟ عندنا سؤال شباب، شبابنا عشديدك أستاذ، واضحة الأمور، واضح الامور استاذ، واضح واضح. اذا هاي راح اجيب لكم الصوره اشوفكم اياها، لانه يبدو انه من دا انقلها من ذاك اللابتوب لهاللابتوب يمكن السلايد ديفكتد. المهم زين هسه اوكي، هسه مريضي بالاي سي يو، اردفتهم اني بالاي سي يو، ايش حسوي؟ اول شيء هنا تذكرون هناك ايش استعمل؟ استعمل نيبولايزد بيتا اغونست، صح؟ وياي لو مو وياي؟ نعم استاذ. هنا الفكره نعم. كالاتي، هو اذا مسدوده البرونكيول شلون راح يوصل الـ هذا الفنتولين اللي انا استعمله البيتا اغونست، فش اسوي؟ اعطيه اي في، اعطيه اي في 5 تو 20 مايكروغرام بير مينيت، واسوي له أتابع المريض وأشوف الأمور التغيرات. طبعا مونيتورينج لللاكتيك أسيدوزز لازم، وأطيب وهو بهالوضعية أعطيني بلازد أدرينالين. إيش حيفيدني الأدرينالين؟ الأدرينالين راح يشتغل شغلتين، أولا كفيزيولوجيكال أنتاغونيزم راح يحارب لي الإديمة ويتغلغل بالبرونكيول. ثانيا هذول المرضى اللي هم
يكونون بهالوضعية هاي شي يكونون؟ تخيلوا بس تخيلوا أنا لما عندي انتراثوراسيك بريشر كلش عالي إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي وعندي أسيدوزز نتيجة السي أو ريتينشن، راح يصير عندي فيزوداليتيشن ويصير عندي بولينج أوف بلاد بحيث ما يرجع البلد الى الثوراسيك كيج، فيصير عندي decreased cardiac output فيصيرون هايبوتنسيف، يصيرون هايبوتنسيف. تذكرون من حكينا على الـ على الافكت اوف فنتيليشن وقلنا فالزالفا مانوفر، هاي الفالزالفا مانوفر اللي هي انكريز انترا ثوراسيك بريشر، هذه اذا انا عندي جود بريلود ما راح تتأثر. ليش؟ لأن إذا عندي بريلود يعني كارديك أوتبوت ما يتأثر، لأن إذا عندي جود بريلود هذا الإفكت، لأنه من أجي أنا أحسبها هذا الانكريز انتراثوراسك بريجر راح يأثر لي على البريلود نيجاتيفلي ويأثر على الكونتراكتيليتي بوزيتيفلي، لأنه راح يعصر الهارت دائما يخليه تحت الضغط. فبالنتيجة الكارديك أوتبوت إذا أنا عندي جود بريلود ما راح يتأثر، لأنه الإفكت on contractility will override the effect on preload. ولكن هذا مريضي dehydrated vasodilated pooling of blood إيش راح يصير؟ هذا الإفكت اللي على preload will override the effect on contractility فيؤدي إلى decrease cardiac output. ولهذا السبب إذا حطينا هذا المريض رأساً حطينا له تيوب وحطيناه على بيب نخسر المريض. شباب هاي تنتبهوا له. جديدك صح. أوكي أوكي شباب هسه نجي نفصلها نقطة نقطة، بس أريد حتى شو اسمه فشنو الحل؟ الحل أبدي good hydration أنطيفة كمية من الفلويد واني دارد أسوي للتيوب أفتح له فد وايد بور كانيولا فد سي في لاين معدل اعطي جود اماونت اوف فلويد وابدي له ادرينالين حتى لو اضطر يجوز نبل ادرينالين مو شرط نبلايز يجوز حتى انطي اي في تعرفون تطلع اي في الامبوله اللي هي الواحد بالالف تسووها 10 سي سيات وتطون سي سي باي سي سي الفكره انه حتى اتجنب السادن ديكريمنت اوف cardiac output against a vasodilated circulation فيؤدي لي إلى hemodynamic instability و circulatory collapse. إذا ما افتهمناها راح أعيدها بس مو هسه، خلي أكمل الخطوات ونعيدها بالتفصيل. زين بعد شو أقدر أنطي؟ أقدر أعطي كيتامين. الكيتامين حيفيدني فائدتين، أول شيء هدئ لي المريض، ثانيا لأن المريض هذا الاجيتيشن مو لصالحي، إحنا قلنا حيكون المريض ممكن يكون agitated نتيجة الهايبوكسيا وممكن يكون إذا أكو CO2 retention راح يكون obtunded. الـ CO2 narcosis يؤدي إلى obtundation، الهايبوكسيا تؤدي إلى agitation. أوكي بالإضافة إلى هاي إذا هدأنا أكو عدة bronchodilator property. Inhalational anesthetic agent directly relax the bronchial سموث مصل، ولهذا السبب قاموا يستعمل الأناكوندا. الأناكوندا اللي هي الأنستيزيا كونزيرفينج ديفايس اللي دا تشوفوها بالصورة هاي الأناكوندا هاي ممكن تستخدمها، اللي هي خلي أذكركم بأيام البرايمري تذكرون بالفابورايزر أكو بلينيوم وأكو درو أوفر صح لو غلط وياي لو مو وياي شباب وياك وياك استاذ زين اكو البلينيوم اللي هي موجوده عندنا اللي هي بوزيتيف تدفع بوزيتيف بريشر واكو الدرو اوفر. الدرو اوفر هذا احد انواع الدرو اوفر انه المريض يستنشق وهذا الاستنشاق مالته راح يكون محمل بما اني اضعه من inhalational anesthetic agent، فممكن اجيبه للاي سي يو اربطه على الاناكوندا وحياخذ هو من نفسه يعني بعدني انا ما مسوي تيوب راح
inhalational anesthetic agent واقدر احط ما اشاء حتى لو ما عندي حتى لو عسى ما فلوثين كلهن تسوي سموث مسل ريلاكسيشن. اوكي اوكي استاذ يعني هذا موجود استاذ الاناكوندا الاناكوندا يعني الاناكوندا موجود بالعالم. انا حتى ذاك اليوم بالاجتماع الصباحي شوفت لهم اياه همينه كصوره يعني قلت لهم طلعوا بالنت لانهم حكينا على موضوع وش اسمه فهو هذا تشوفه مثل راس الحيه تشوفه شلون مثل الاناكوندا تمام. نعم استاذ صح. فالمفروض موجود واحنا طالبين من زمان بس تدري هواي اشياء طلبناها وما جت الاكمو هم طلبناها وما اجى. المهم ماشي نكمل موضوعنا نون انفيزيف فنتيليشن شويه كونترافيرسيال ليش نوت ريكومندد. اولا ما راح اقدر اطلع من عنده الانترنسك بيب واشتغل عليه ما راح يعني يساعدني بالموضوع مال لانه تدرون انا اذا اريد احط بيب لازم احط 80% اوف البيب الموجود وبالبدايه قلنا ما نحط من يكون بهذا الوضع بعدين من اريد اخليه فالنون انفيزيف ما يخدمني بهالموضوع. ثانيا اذا ما كانت بيور اسمه همينه ما حيساعدني. على العموم نكمل نفترض هسه احنا خلينا له يعني وصلنا الى نقطه انه لا حنحط له انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن نحط له تيوب. هذا الموضوع اللي حكيته صح هو لايف سيفنج بس لازم there will be dramatic change in physiology you will switch from high intrinsically produced negative intrathoracic pressure to high positive pressure from mechanical ventilation there were vasodilation and reduction in sympathetic tone absolute hypovolemia reduction in venous return as a result of high intrathoracic pressure generated by ventilation against airway resistance وهنس you should anticipate hypotension ومريضك ممكن يروح منك نتيجة الهيمودايناميك instability والcirculatory collapse. الحل preload the patient and vasopressor. زين هسا يجي واحد يسألني يقول لي شو وقت أنا أقول هذا مريضي لازم أحط له invasive mechanical ventilation. الحالات الآتية absolute indications relative coma respiratory or cardiac arrest, severe refractory hypoxemia, أو relative. المريض تعب, قام ينعس, cardiovascular compromise, pneumothorax صار ويا الموضوع, adverse response to management, كلها نفكر بال invasive mechanical ventilation. هسه يجي واحد يقول لي زين المود شلون؟ ماشي. ما عندي مشكلة. Consult flow generating مود انتو تعرفون اكو بريشر جنريتنج واكو فلو جنريتنج. فلو جنريتنج مود هاي اف اي او 2 اوبتمايز تايدال فوليوم لا تخليه كلش عالي تشيك الاي في الاير وافويد اكسترنال بيب افويد الاكسترنال بيب يكون عالي افويد اكسترنال بيب. شباب شافوا انه لما اني عندي طبعا هذا الموضوع يصير ورا ما تخليه على تيوب ورا إذا كان الأوتو بيب أكثر من 10 معناته حيصير السيناريو اللي قلت لكم عليه فأني أتجنب أول مرة من أخلي اليوتيوب حتى لو ما أخلي بيب ولا شوية حتى فيزيولوجيكال بيب ما أخلي لأنه مريضي هو إنكريز إنتراثوراسك بريزر على كيفي بس أنفخ له كأنما أنا حاطط هسه كأنما أم باقينج هم with أمبوباك كأنما وشوية شوية من أحصل على good vasoconstriction و I infuse a good amount of fluid عززت البريلود أبدي هسا أقيس الانترنسيك بيب وأبدي أشتغل عليه. أوكي long expiratory phase IE ratio permissive hyper carbia ممكن عندي frequent monitoring hourly and be prepared to change if needed يعني ما I shouldn't stick upon one mode or one scenario أتوقع كل شيء يصير يعني شنو مريضك هسه وبهيك وضعيه وشفته صار aspiration وتحول من only اسمه acute severe اسمه الى RDS وياها أتصرف accordingly.
Try to use collaborative mode rather than using neuromuscular blockade, as it will be associated with critical illness myopathy, especially if your patient on steroid. But if needed, use ricoronium. مو تروح على الاتريكوريوم وسوس اتريكوريوم اللي هي بها هيستامين ريليز. ممكن استخدم الاكمو والايكور. الاكمو اللي هو تعرفوه اكسترا كوربورال ممبرين اوكسجينيتر، والايكور اللي هو اكسترا كوربورال سي او 2 ريموفال، ممكن استخدمه. طبعا اثنينهم ما موجودات. زين اوكي، تحسن المريض وطلعنا وكذا 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 والامور زينه. patient education including written management plan، اسوي له بلان، اقول له انت بعد ما طول دخلت لازم يشوفك كونسلتنت ويتابعك، والامور ترى ممكن مرت الثانيه تدخل وكذا. psychological support وشود ريمين اندر سبيشال بلمنري سوبرفيجن. مثل ما قلنا، التيك هوم مسج من هاي التوك مالت اليوم اللي حكينا، the management of critically ill asthmatic patients start with good management outside ICU. اذا ما كان بالمرحله اللي قبلها معالج زين والجينا مطبقها زين، راح يجيك ويجيك بوضع سيء. Early call for help is essential. كل ما يجيك أوكت كل ما أحسن. Time equal to life. لا تضيع أي وقت. You can save the life of asthmatic patient by proper understanding of pathophysiology changes and immediate intervention. Drugs are not the only thing you have to help. Use other tool in the management. Okay. وإن شاء الله كل الموفقية لكم، وإن شاء الله دائما موفقين. إذا عندكم أي سؤال تفضلوا. just a minute. أوكي زين، عندنا محمد زوين رافع إيده. عاشدك أستاذ، جزاك الله ألف خير. العفو أستاذ، بالنسبة للسيديشن بالأسمة يعني ما نحتاج تخلي ديب No, RAS negative 1 إلى 2 enough. السيديشن بالأسمة جدا ضروري، وإحنا قلنا نستغل كسيديشن، نستغل همين سيديتيف وهمين يسوينا برونكو دايليتيشن. أما إذا وصل هالمرحلة، ها مو أي أسماتك نشلي بي ونطي كيتامين، بس إذا فعلا وصل هاي المرحلة أنا ممكن أنطي كيتامين وممكن أنطي inhalational anesthetic agent accordingly. طبعا الكيتامين راح يفيدني، تدرون مثل ما تعرفون بالindirectly secreting catecholamines، فهم حيساعدني إذا كان عندي hemodynamic instability وهمين bronchodilator. لا والله الأمور تسمح بhemodynamic status زينة وتسمح والأمور جيدة، ممكن أستخدم inhalational anesthetic agent. اوكي حمودي. العفو استاذ، بالنسبه وات اباوت الميدازولام مورفين البروبوفول؟ يعني مو انت في باوع محمد، انت عندك اولويات اهم، انت عندك اولويات اهم، انت بالعكس نوبات، انت تريد المريض اويك. السيديشن باوع، السيديشن احنا نقول مريضنا واصل مرحله لايف ثريتنينج اللي هو اصلا ممكن يكون سي او 2 ناركوسيس، فلا تخليها دستور، بس on need انت اذا احتاجتها اوكي انطيها، بس اذا مريضك فعلا في هيك وضع خطر اوكي انطي ما عندي مشكله، بس انت عاده ما راح تحتاجها، موستلي ما راح تحتاجها. عاشكم استاذ. نعم. والعفو استاذ، بالنسبه للاكستوبيشن نفس الكرايتيريا الروتينيه مالتنا؟ اكزاكتلي اكزاكتلي سيم كرايتيريا، سيم كرايتيريا اللي عندي انا من اشوف المريض تحسن وأكل الكرايتيريا. إحنا في اليوم إن شاء الله نحكي على الـ extubation والweaning، طلبوه بعض الإخوان بالجلسات اللي قلنا نسويها إن شاء الله، نحكي في اليوم على الweaning والweaning كرايتيريا وشلون تفاصيله. أوكي، ممنون سارة، الله موفقين. عامر، أمير فاضل. أمير، شكرا استاذ على المحاضره الرائعه، ممنونين منك. حبيب. الله يخليك استاذ. استاذ احنا وصلنا الى مرحله التيوب، وذكرت انه مرحله الكيتامين، احنا هنا اذا ذكرنا كيتامين يعني ذكرنا مرحله ما نسميه بالديليت سيكونس اندكشن. تمام، يعني انه المريض راح يكون اجيتيتد، فراح يستفاد من الكيتامين وذ يعني خلينا نقول الاكسجينيشن اللي احنا نوفره لحين ما يستقر ونبدأ بالتيوب.
انت مع او ضد انه استعمال الاسكولين during intubation in patient with a critically ill asthmatic or against it؟ كلش خوش سؤال كلش خوش سؤال عاشتيدك امير. شوف امير الموضوع كالاتي بس خليه حتى لان شوف اكو مقوله تقول نعم الشيطان يكمن في التفاصيل. نعم استاذ نعم نعم استاذ هاي التفاصيل جدا مهمه عاشتيدك. شوف احنا وصلنا تيوب هسه المريض انت اللي عندك هو اصلا صاير انكونشيوس وواصل مرحله سي او 2 ناركوسيس بحيث ريلاكست انف انه انت ممكن بسيمبل كيتامين او سيمبل سيديتيف ممكن تسوي تيوب لو لا بعد المسلز موجوده وانت دا تشوفه كلش ماسكولار بحيث تحتاج الريلاكسنت. هنا هو السؤال بالحقيقه هنا السؤال اذا كان مريضك واصل مرحله انه كلش رايح وكلش ما يحتاج هذا الموضوع الريلاكسنت انت خلاص جو اون باي وذات حتى ريلاكسنت. ولكن اذا شفت مريضك لا ماسكولار يحتاج بعد اكو عنده مسل باور قويه ممكن تنطي روكورونيوم. ترى الروكورونيوم انتوبيتنج دوز يعني هسه لو انتم من اذا ان شاء الله تطلعون وتشوفون هوايه شال عبء من الاسكولين. هل انه عندنا احنا something against اسكولين؟ نو ماكو اي شيء against اسكولين استعمله ما عندنا مشكله وياه. بس انت اذا عندك روكورونيوم وطيت انتوبيتنج دوز مو تنطي سي سي وسي سيين لا انطي جود انتوبيتنج دوز اوف روكورونيوم الوقت حيكون كلش انف وانت مريضك راح يكون جاهز فور انتوبيشن. لا والله ما عندك انت سكولين وما عندنا اي اعتراض عليه. اوكي يعني نعم استاذ شكرا استاذ. سؤال اخر استاذ هنا يعني اكو استعمال التيوب از تيوب سايز اكو فد مدرسه حاليا يقول لك التيوب سايز ان بيشنت كريتيكلي ال بيشنت وذ اسما طلعوا من خانه انه ننطي تيوب سايز lower tube size راحوا باتجاه انه يقولون التيوب سايز للميل ممكن يوصل الى 8 واذا تول ممكن يوصل الى 9 حتى يقلل الايرواي ريزيستنس ان ذوز كاتيجوريز اوف بيشنت. يعني انت مع هذه المدرسه استاذ يعني نستعمل التيوب سايز اكبر اموري نعم هو ليش البرونكو كونستريكشن او البرونكو سبازم ليش هو بالتريكيه لو بالبرونكيول واصل للترمينال برونكيول للترمينال برونكيول لسه خلاص انت مو انت التيوب حيكون بالتريكيه فانت ما عندك مشكله بالتيوب سايز. التيوب سايز ما عندك بالعكس ادخل اكبر ما تستطيع حتى تقلل الورك اوف بريذنج وانت اوريدي ويل شيفت كولابراتيف مود فاصلا اقل من 8.5 للميل لا تخلي لانه يعني اذا كان يسمح طبعا اذا كان يسمح يعني نعم اذا كان الوضع يسمح والمريض كان اللاركس مالتك زين انت خلي كل التيوبات. بس انت اذا في مرحله انقاذه وتريد عسى ما بخمسه ادخل وبعدين عود ورا الريسستيشن من يصحصح عود بعدين وراها سويها بشكل بروبر. بس قصدي التيوب سايز ما له علاقه البرونكوسبازم او البرونكو كونستركشن هو في المرحله من بالترمينال برونكول وما قبلها مو بالتريكيا اصلا. اوكي نعم استاذ. السؤال الملاحظه الاخيره استاذ اكو يعني الامريكان بالاي سي يو مالتهم عندهم there is a rule of helix اللي هو نوع من انواع تمام يقولون حتى شنو حتى when you give the other medication أو لما ننطي أكسجين حتى صحيح. نقلل the turbulence of the airway تمام. يعني يكون more laminar أكثر مما نكون turbulent airflow صحيح هذا أي صح هذا موجود بس شوية بال قلل إيفيدنس عليه وقلل استعماله لأنه شافوا أنه يعني مو ذاك الفائده اللي فعلا دا يفيدها. فالهليوكس كان يستعمل وكان له دور كلش كبير لتحسين الفلو مالت الغازز ولكن قلت لك الايفيدنس بدا يقل عليه. تدري هم
يعني حسبوها كلها كوست بنفيت اندكس، فده يقول لك مو ذاك شو اسمه، فالإيفيدنس شويه قل عليه، سوقه قل. عاش ايدك استاذ، ممنون جدا. حبيبي. رند عبد الرحمن. عاش ايدك استاذ على المحاضره التنفيذيه. اهلا وسهلا. استاذ بس سؤال بالنسبه للانترنسك بيب. تمام. شلون احسبه؟ يعني من الاكسبيراتوري هولد؟ وش قد اضبط اكسترنسك بالنسبه للانترنسك؟ كلش خوش سؤال، عاشت ايدك بنتي. رند، كل جهاز من الاجهزه الفنتليترز عنده بي طريقه لقياس الانترنسك بيب. باختصار هي انه انت توديه باتجاه الكنترولد مود، كنترولد مود تخليه يعني مو سبونتينيوس كنترولد، وتسوي له اكسبيراتوري هولد وتقيسين ايش قد الانترنسك بيب. واكو طريقه ايضا يعني ما اريد ادوخكم بيها، يعني هاي يعني اقدر اشيك ايش قد بالضبط الانترنسك بيب، ما اريد ادوخكم بيها. هو كل جهاز ايش اسمه. انت وين تداومين رند؟ يرموك استاذ. باليرموك عندكم انتم ماشينز جي اي اعتقد، مو؟ اي نعم اغلبها جي. الجي اي تروحين على سبيسيفيك سايكل، تروحين تسوين المريض، تخليه طبعا المود مالته يكون كنترولد، وتخلي له اكسبيراتوري هولد، راح يطلع لك قد الاوتو بيب. بس هذا الاوتو بيب اللي يطلع لك بالماشين بنتي رند. نعم استاذ. اي وياك وياه. اي نعم استاذ. هذا اللي يطلع لك الرقم مو دائما يكون كوركت 100%. فش تسوين حتى راح اقول لك فد شيء لك وللكل طبعا. حتى تتاكدين انه هذا الاوتو بيب هو صحيح، المفروض انا عندي تعرفون بالرسم مالت راح اخلي قدامكم فد شكل، ده تشوفون هذا الكيرف اللي رسمته. تمام استاذ. نعم نعم استاذ. نعم. اكو بيك واكو بلاتو بريشر. تمام تمام. اكو بيك واكو بلاتو، داخليها احاول اخليها قدام الشاشه. لازم الاوتو بيب ما يزيد لي البيك بريشر، يعني الاوتو بيب يعني أنا البيب الاكسترنال بيب اللي أحطه، يعني مثلا أعطيك مثلا، خلي نفترض أنت طلع لك البي الانترنسك بيب 10، أوكي؟ نعم أوكي. فأنت حطيتي 8 اللي هو 80% of intrinsic بيب، مو صحيح؟ صحيح. المفروض من تحطين 8 هاي الثمانية ما يزيد بيها البيك بريشر، لأن الاكسترنال بيب ياكل من الانترنال بيب. واضح لو ما واضح؟ اذا شفتي مريضك، بس ركزي وياي بهاي النقطه، اذا شفتي مريضك مثلا البيك بريشر كان 30 والانترنال بيب كان 10، انت جيتي حطيتي 8 تمام بني. شفتي البيك بريشر مثلا صار 33، إذا عندك أنت 3 زايدة، واضحة الفكرة؟ صح واضحة، لأن المفروض الإكسترنال بيب يأكل أقل دائماً بيب يكون ضمنياً بي ما يضيف على التوتال بريشر. حلو أوكي شباب؟ حلو أستاذ. وبالنسبة للتارجت أوف فنتيليشن يعني كبلاتو بريشر كبي اتش بيرمسك هايبر كاربية. تمام. البي اتش قلنا نسمح بيرميسيف هايبر كابنيا، تمام؟ نعم. نسمح بيرميسيف هايبر كابنيا. السي او 2 نسمح يعني مثل ما قلنا نسمح بهايبر كابنيا، فحتى لو يكون اعلى من 40 نقبله. الاكسجين تسعينات كلش كافي الاس بي او 2، فهذا الاستراتيجي مالتي. أوكي. استاذ وبالنسبه لاخر ملاحظه بس، احنا هذا الامتحان اللي فات القبله اللي فات اللي هو كان الوسطي اعتقد، مو الوسطي، القبله مال الدور الثاني، سالنا اسماتيك بيشنت شلون تخليه على فنتليتر،
يعني هذا الموضوع جدا مهم. اوكي شنو سؤالك رنت؟ استاذ بالنسبه لموضوع الستيرويد على اعتبار هو يعني بيرمسيف افكت اون يعني كبيتا ريسبتورز، تمام، فشو راي حضرتك نستخدم او لا؟ طبعا الستيرويد، مو قلنا الستيرويد اما مثيل بريدنيزولون او هيدروكورتيزون قلنا. والامينوفيلين اوف ليبل، امينوفيلين همينه مثل ما قلنا الايفيدنس اجينست ات سوق قال لانه يعني تدرون السايد افكت مالته. نعم شكرا جزيلا لحضرتك. كل الهلا ايات ايات شلال ايات المحاضره. نعم اهلا وسهلا استاذ، بس عندي سؤال على عن البيرمسيف هايبركاتنيه ليش نسميها؟ هي قبل شوي دكتوره رنت هم ذكرتها بس راح تعتمد على يعني ليش نبقيها؟ كشف على فنتليتر ليش ما صححها يعني عشان ايدك كلش خوش سؤال، كلش سؤال ممتاز. تدرون شنو الفكره من البيرمسيف هايبركاتنيه؟ بالمناسبه اريد اقول لكم فتشي، الخطا هذا دائما يتكرر. من نسال نقول شلون تحط المريض ابو السي او بي دي او الاوبستركتيف ايروي ديزيز شلون تحطه على فنتليتر شنو السيتنج، غلط تقول بروتكتيف لانج ستراتيجي. شباب بروتكتيف لانج ستراتيجي هي علامه واضحه، شلون العلامه التجاريه هذه ستراتيجي فور ار دي اس، لا تغلطون وتقولوها قدامنا، قالوها قدامنا ويعني مشيناها قلنا ايش اسمه، بس انا دا اكد على هذا الموضوع. من تقول بروتكتيف لانج ستراتيجي هاي مالت الار دي اس، اوكي ما نقولها هنا هذه ايش اسمه، صح اكو مشتركات بيناتهم، ولكن من تقول بروتكتيف لانج ستراتيجي اللي هي السبع نقاط اللي احنا ذاكريها بالمحاضره مالت الفنتيليشن، لا تغلطون وتقولوها بالسي او بي دي او بالاسم. نجي هسه ليش البيرميسيف هايبركابنيا؟ آيات ولكل الكلام ركزوا وياي. احنا قلنا اذا عندنا مريض هو سي او بي دي، الناس باكو محاضره على السي او بي دي او اوبستركتيف ايروي ديزيز، مو قلنا نطول الاكسبيراتوري فيز؟ صح لو غلط؟ نعم استاذ صح، يعني قلنا نسوي 1 تو 4 1 تو 5 تمام؟ هذا ايش حيتطلب من عندي؟ راح يتطلب اقلل الريت، صح؟ صح لو غلط؟ نعم استاذ 8 تو 10 يعني اني اذا اجي اقول له تدرون هو الفنتليتر هو عباره عن جهاز كمبيوتر يشتغل اني اشغله، اذا اقول له انطي للمريض 20 نفس ايش راح هو شفته ايش راح يفتهم؟ اذا كان 1 تو 2 الاي اي ريشيو راح يقول لي اوكي كل سيركت هي 3 ثواني، ثانيه واحده انسبيريشن وثانيتين اكسبيريشن، تمام صح لو غلط؟ صحيح صح استاذ. نعم استاذ، اذا اقول له سوي لي 10 راح يصير ثانيتين انسبيريشن واربع ثواني. تمام، هسه من صارت هالشكل من صار 10 انا اقدر اطول الاكسبيراتوري فيز، او مثلا بالار دي اس اقدر اطول الانسبيراتوري فيز، ولهذا سهمنا اسمح بيرمسيف هايبركابنيا. الفكره هي انه حتى اتلاعب بالاي ريشيو، لان اني اذا تخيلوا اذا كان الريت 20 مثلا يعني 1 تو 2 زين، انا عندي 1 تو 2 يعني سكند وحده بالانسبيريشن و2 سكند اكسبيريشن، اذا ردت اسويها مثلا نص الى 2.5 تمام، نص سكند انسبيريشن واثنين ونص expiration، هذا النص سكند راح أحقق بها proper tidal exchange؟ لا 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 أسد، فأني أروح باتجاه أقبل ما زال أنا عندي هي يعني أنا أسمح، هي permissive، أنا مو أسويها أجبر المريض يسويها، أسمح بها، أنا أسمح لك مثلا تتأخر عن الدوام ربع ساعة بس مو أقول لك تأخر هيجي، فاني اذا نزل اذا زاد السي او 2 بحيث زاد قل البي اتش وصار 7.1 او 7.5 اقبل، اوكي لانه انا براكتيكلي اذيه ما عندي لانه الانزيم تشتغل وما عندي مشكله. اوكي استاذ اكو فد ملاحظه بهذا الموضوع. نعم يعني اكو جمله هي جمله اعتراضيه بس هي حقيقيه،
يقول لك انه الاستاذ يقول لك بالاي ار دي اس we are inducing auto beep in the management. صحيح. صحيح. اللي هو عكس مال اسما وعكس صح. مال السي او بي دي. صح صح صح. Exactly. يوم نعم. يوم الخميس اذا موجودين من الطلاب اللي هم دي داومنا يمنا اخذتهم يم الفنتليتر وشوفتهم شلون احنا خصوصا من نخلي الباي ليفل او الاي بي ار في باي ليفل اللي موجود بجهاز الجي اي شلون شوفتهم بالكيرف شلون احنا وي ار انديوسينج اوتو بيب. وتدرون بالكوفيد استخدموا هواي الباي ليفل وسموا ريسكيو اي بي ار في يعني اتفق على انه يكون خلي اطلع لكم الكيرف مالت هذا الكيرف اتفق على ان يكون هذا الاوتو بيب مكان الاوتو بيب بس دخله هذا الاوتو بيب هو 3/4 هذا الارم يعني هذا الاوتو بيب اللي هو مثل هذا الارم هو 3/4 هذا الارم. وطبعا هذا شلون تسوي بان تقلل التايم الاكسبيراتوري تايم فشي يصير الوقت قليل ويزيد الاوتو بيب. اوكي شباب نعم استاذ. وهي يعني بس احنا من 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 وي اندوسينج اوتو بيب يعني هم لازم ناخذ في بالنا محاذيرنا من شغله الاوتو بيب اللي انت ذكرتها. زين احنا ليش وي ار اندوسينج اوتو بيب امير؟ احنا ليش بالاي ار دي اس اندوسينج اوتو بيب؟ لان شنو الاستراتيجي شو يسموها استاذ؟ احنا هنا ريكروتمنت نسوي للالفيولار. اي نو بس هي شنو اللي هي الاوبن لانج استراتيجي. اوبن لانج استراتيجي a part of او المرادف ل بروتكتيف لانج استراتيجي لان احنا هنا ما نريد ال يصير كولابس بالالفيولي. اوكي نعم استاذ. هو اكو مصطلح ديزيز الفيولاي واكو نون ديزيز الفيولاي ريكروتمنت اوف ذا نون ديزيز الفيولاي. اكزاكتلي اكزاكتلي اكزاكتلي. زين ممتاز. اكو اسئله بعد؟ مبين الياسري؟ مبين؟ اكو عندي مبين رافع ايده. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. بلا زحمة العفو، حضرتك قلت انه الانهيليشن نستفاد منها كبرونكو دايليتر بالاسماتيك يعني اكزازربيشن اوف اسما. صحيح. زين الغلوكوين انستيزيا العفو استاذ، يا مستوي بلانت هايبوكسيك وهايبر كاربيك ريسبيراتوري درايف، شلون هذا الافكت ما راح يعني احنا مو نريده شلون راح نبتعد عنه من نعطي انهيليشن؟ عاشت ايدك على هذا السؤال. واني نوبات اكو اشياء ما اذكرها لانه ما اريد طول المحاضره، بس انتم من تثيروها هذا دليل إيجابي على أنه أنتم تابعين وجيدين. شوفي الموضوع كالآتي، إحنا نريد الهايبوكسيك درايف وكذا وتول بلانت كل هذين الأشياء، بس إحنا مريضنا خطر وديموت وإحنا حطيناه على فنتليتر، ياهو الأولوية عندي للهايبوكسية لو للفنتليتر درايف؟ شو تقولين أنتي؟ الأولوية للهايبوكسية. الهايبوكسية أنا مريض إذا فقده ديموت بنتي، فأني خلي أرجع لهسه الأمور. أنا خليته على فنتليتر وخليته تيوب، فأني شو أسوي هسه؟ خلي يعيش وسهلة الوين يقعد مني صح صح ويترجع للأمور. أوخر من عند مو تدرين شنو يجوز هاي القصة كلها induced by inflammatory process inhalation of something تعرض إلى فد مثلا فد طوز معين respiratory syncytial virus وضربه، فيجوز من تروح للانفلاماتوري بروسيس كل الأمور تستعدل ذاك الوقت عد أو في الأمور وتستعدل. واضح؟ واضح. شكراً أستاذ، شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. هيام محسن. مرحبا أستاذ، عشتك، شكرا على المحاضرة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. دكتور بس سؤال نفس خصوص الانهيليشنال، يعني احنا قلنا من نستخدم هاي الاناكوندا دكتور التايب اوف انهيليشنال، احنا مثل ما نعرف احنا ودائما نقرا احنا مثلا عندنا الايزوفلورين يعتبر يسوي الروتيشن، يعني
فالسيبو فلورين هو اللي مور ستيبل، فانه اكو بخصوص لو ماكو انه نحدد. طبعا طبعا اذا قدرت اتجنب الاشياء اللي هي الريتينت، يعني انا مو اجيب ايثر واحطه، انا اذا عندي فد شيء مناسب اخلي، اذا ما عندي طبعا طبعا انا اتجنب الاشياء المخدشه. عندنا مثلا يعني مثلا الايثر والك هاي لا هاي اتجنبها طبعا. إيه لأن مرة يعني كان أتذكر ناقشتي أحد بخصوص البرونكوسبازم for deepening of anesthesia نستخدم الانهاليشنال. الانهاليشنال قالوا بوقتها حتى الايزوفلورين يعتبر إلى حد ما برونكو دايليتر، فإنه أنا أقدر أستخدمه. يعني أنا مثلا أنه بس هسه بهيجي حالة مثل أثماتيك بيشنت أنا يعني أتجنبه لو أنه مثلا أكو ريسك بنفيت. ممكن تنطي ممكن، بس إذا عندك الأفضل يكون أحسن. انت اذا توازيتي، مو انا قلت لك اذا توازيتي حتى لو فلوثين مو مشكله استعملي، بس اذا عندك افضل كل ما عندك افضل كل ما أعز. تمام استاذ عاشيد شكرا. ممتازين عاشيدكم زين. ساره حسن. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اذكر السوبراجلوتيك ايروي شنو موقفنا من عندها؟ ما ذكرناها. ها أنا تعمدت أتجنب موضوع السوبراغلوتيك. مريضك هنا إذا كان واصل مرحلة أنه أني نير فيتال، لو أقرر أنه نان إنفيزيف وخلص أنا حاطط ماسك ودا أنطي، لو لا أنا عندي الإنديكيشن لتيوب، ماكو داعي أروح باتجاه السوبراغلوتيك. السوبراغلوتيك ممكن تكون لأن هذا مريض راح يصحصح، ممكن تكون إرتنت. هذه مو عملية بنتي، هذه مو قصدي شنو قصدي، هذه مو عملية وآني دا أنطي وهو خلالها راح يكون سيديتد ونايم. أنا عندي مريضي أنا متوقع راح يصحصح، فما راح يتحمل فتشي تارس حلقة، صح لو غلط؟ أنا مطلوب من عندي نيوتريشن وشغلات وكذا، والمريض حيصحصح ويقعد، ما ممكن تكون أوكي عيني. تمام. أشو بهاء ساكت. يا أهلا وسهلا. أشو بهاء ساكت اليوم. وياكم أستاذ، وياكم محاضرة حلوة. عاشتك أستاذ، عاشتيدك. زين زين بهاء، باعتبار أنت فاينل رح نسألك سؤال جاوبنا عليه. أستاذ أمور أستاذ. زين شفنا هذا الكيرف لمريض أوكي. نعم. حطينا الفلو كيرف بالفنتيليتر وشفنا هذا الـ شفنا عنده أوتوبيب. تمام. هسه اطلع من الأسمة والسي او بي دي وكذا، شفنا هذا الكيرف بالفنتيليشن اوكي. نعم استاذ. هاو تو تريت؟ واحدة من الشغلات انه نسوي انه نشوف السيديشن مال الانستيزيا، حط ببالنا زين. يعني هاد بس سيديشن مال الانستيزيا بالاي سي يو، المريض بالاي هو ديبنينج اوف، انا يعني سيديشن مال المريض انه خاف اويك او مو اويك اكسكلود. يعني اذر قبل ما نروح انه نروح قبل ما نروح للفنتليتر مود نشوف انهم تريتمنت، نقدر نستخدم تريتمنت فازودايليتر مثلا، فيزيوثيرابي مثلا، سكشنينج ذن الامور. فازودايليتر لو برونكودايليتر قصدك؟ برونكودايليتر. اوكي مريضك برونكو دايليتد وكل الزين برونكو داي اوتوبيب. ايه معناه انه انا عنده مشكله بالمود مال فنتيليشن مالتي. اذا يعني انه انا اير واي زين. اذا المود اذا المود بريشر مود كنترولد بريشر مود شو تسوي؟ تسمح استاذ منو دخل على؟ هلو مرحبا استاذ، انا تمارا. ها تمارا، قصدك استاذ اذا المريض يعني اوريدي يعني صار اوتوبيب. هسه انا جيت دا اتور الصبح مثلا او انت جيتي شفتي المريض هذا الكيرف اللي طلع لك، قلتي هذا اوتوبيب بالاي سي يو اوكي استاذ. المريض على المريض بس اسمعوني حتى تفهمون السؤال. المريض على controlled pressure mode. أحوله فوليوم؟ عمو يعني معناته هذا التريجر كلش قليل إله. التريجر؟
اي يعني معناته انه دي يعني راح اشرح يعني دي يسوي اكسبيريشن انسبيريشن بيفور ذا اند اوف اكسبيريشن. ساره شو تقول؟ ساره ساره رافعه ايدها. استاذ نزيد الاي تو اي ريشيو قصدك نتلاعب بالتايم. جيد نتلاعب بالتايم نتلاعب بالتايم لانه بالبريشر مود بالكنترولد بريشر مود اتلاعب بالتايم ممكن. زين اوكي اذا كان فوليوم مود شو اسوي؟ نزود الفلو ستات يعني نزيد الفلو. ليش؟ لان هو عنده اوتوبي. ليش نزيد الفلو؟ حتى انه نستفاد انه الانسبيريشن نقلله الانسبيريشن تايم نقلله. شلون يعني؟ طبعا جوابك صحيح بس وضح لي ليش. شلون شلون انت من تزيد الفلو هو بابا نعم استاذ بس دقيقه انا اريد حتى تكون الكلام واضح والكل يفتهمونه. شو اسمه جوابك صحيح ازيد الفلو اذا كان فوليوم لان هذا السؤال احد الاسئله اللي سالناها اعتقد قبل سنتين كنا انا وريم بالامتحان شو اسمه ما اعرف فهمينا تخربطوا بالاجابه. فالجواب صحيح زيد الفلو. ليش زيد الفلو بالفوليوم مود اذا طلع لك اوتوبيب؟ يعني استاذ لان هو ديبندنت فاريبل. يعني شنو؟ يختلف عن البريشر انه مو ديبندنت فاريبل. ديبندنت فاريبل انا اقدر اتحكم بالفلو. يعني شنو يعني شنو فسر لي. بالمناسبه هذا الكلام اللي نقوله موجود بالمحاضره مال الدسنكروني الحكي هو حتى هذا الحكي جاي اذكره من المحاضره يعني شوف يعني الجواب كالاتي بها انت التارجت مالتك حتى يصير سايكلينج بالفوليوم مود هو الفوليوم. يعني من يوصل هالقد فوليوم من يوصل مثلا انت حاط على 500 من يوصل 500 يصير سايكلينج صح؟ تمام. انت شو تسوي؟ انت شو تسوي اذا تريد تتلاعب بالتايم؟ انت تتلاعب بالفلو اللي هو اللي من الزيد الفلو راح يوصل الى ال 500 سي سي اللي أسرع. انت رايدها بوقت اسرع. تمام استاذ. فانت بالنتيجه راح تقلل الانسبيراتوري فوليوم راح تسمح بوقت اكثر للاكسبيريشن فتتخلص من الاوتوبيب. تمام استاذ. عاشت ايدك استاذ. تمام عيني شباب. استاذ يعني نتخلص من الاوتوبيب بغض النظر عن انه نغير الاي تو اي ريشيو انه نزيد الاكسبيريشن. اكزاكتلي اكزاكتلي انت 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 لانه انت عندك قصد لما حطيت الاي اي ريشيو. طبعا هسه تقول لي خوبه تلاعب بالاي اي ريشيو. اي ممكن انا ما اقول لا بس انت اكو طريقه اسهل واكثر مفيده وهي انه انت عندك بريشر مود تتلاعب بالتايم عندك فوليوم مود تتلاعب بالفلو اللي هي ديبندنت فاريبل وتحل الموضوع سهله. استاذ استاذ بس فقره واحده هنا الفلو بالفوليوم كنترول يعني وين المكان انه انا ممكن ازيد لان هو يجي بريسيت على 30 مثلا. لا تقدر الزايده. لا تقدر الزايده. تقدر الزايده وحتى من خلال الفلو ويف تقدر الزايده. تقدر الزايده أوكي. يعني بالجي اي اكو بل بريفرنس اقدر ازيده لو هو بنفس المود ستات بكل الماشينز تقدر الزايده اما دايركتلي واما من خلال الويف فورم مالتك. عاشديتك استاذ. عاشديتكم. امير رافع ايده. امير عاش يا استاذ شكرا جزيلا حبيبي. على المحاضره حبيبي ومداخلات الشباب. استاذ بس يعني تعقيب هو يعني هسه احنا مبدئيا البيب نبدي زيرو يعني ما نخليه على فنتليتر. البيب اكسترنسك ما نخليه نهائيا هسه بعد الى ان تحقق شيئين جود بريلود وفيزو فيزو كونستركشن. اي اوكي تمام. استاذ هي اكو فد مث خلينا نقول دائما نسمعها يعني من كل الايسوات اغلب الايسوات اللي دخلناها تمام انه اي مريض اوبستراكتيف لانج ديزيز
بس يوصل التيوب انتهى الموضوع. من صدق عشان ايدك والله صحيحه. الله يسلمك اموري. فاحنا بعد هالسبعه ما نخاف احنا من التيوب، بالعكس اصلا شوف صار مو هذا المريض اللي هو من تحط له تيوب تخسره، مو ابو الاسماء، ابو السي او بي دي. ابو السي او بي دي امير ابو شوف أنا... بابا اموري كمل حتى انا اقول لك كمل اللي ببالك لان اي لا استاذ يعني شنو الفكره انا إيه؟ انا ليش قصدت لان مو بس سي او بي دي حتى الاسماء انا يعني شايفهم هواي بقوا على نان انفيزيف نان انفيزيف ما اعرف يعني اكو مشكله ويا اليوتيوب الى ان يمكن جوز يتعب المريض اكثر. امير راح اسالك لا. سؤال راح اسالك أي. سؤال نعم المريض اللي هو سي او بي دي اي رسول موجود ويانا لو لا بالمناسبة؟ رسول كان موجود بس اختفى ما أعرف. أي يجوز عن شو اسمه؟ لأنه هذا الموضوع ذاك اليوم حكيناه. مريض إذا تريد أنت تسوي سكالين بلوك. نعم. أي. ليش كونتراندكيتد بالسي أو بي دي؟ ليش مو كونتراندكيتد بالأسمة؟ شوف هسه أنا هذه الموضوع هسه. تعبالك رحنا بعيد بس راح شلون يحلك الموضوع. ليش كونتراندكيتد بالسي او بي دي؟ ليش قايلين بالكونتراندكيشن ما كونتراندكيتد بالاسماء؟ سبب ال استاذ فرويت اي طبعا مو انا امير باوع اموري انا اريد انا ليش على امير فاضل انا اريد واحد يعني حتى يفلس الموضوع حتى يفتهمه مو شو اسمه وماكو يعني ما شديدك ما اريد واحد يحكي يعني ما اريد اني احكي فتشي وهو ما مفهوم اني هسه اجيب السكالين بلوك مو حتى شو اسمه ليش كرونيك استاذ يعني رحم الله والديك لانه اكو تشينجز بالثوراسيك كيجي يصير بالسي او بي دي يصير برال شيب تشيست فالديبندنس كله راح يصير معظمه في 90-95% على الدايفرام نعم changes بالثوراسيك كيج عرفت؟ نعم فالديبندنس كله على الدايفرام فمن أخسر الدايفرام أخسر المريض بينما نعم. الأسمة واحدة من الشروط الديفينيشن مالته أنها ريفيرزابل هاي الريفيرزابلتي أوف أسمة ما تخلي يصير changes بالثوراسيك كيج هاي changes اللي بالثوراسيك كيج والبستن شيب ريسبيريشن راح تخلي لي ديفيكولتي بالويننج فالمريض ابو السي او بي دي مو بالاسم فابو السي او بي دي من احط له تيوب ولهذا السبب شوف ولهذا السبب بالهايبوكسيميك ريسبيراتوري فيلير ماكو فد افضليه للنان انفيزيف على الانفيزيف الافضليه وين بالهايبركابنيك اللي هو السي او بي دي يعني ابو السي او بي دي لانه من هو سي او بي دي وجت انفليمد وصار اكوت اكزازربيشن راح انا لازم يعني ممكن ما اقدر اسوي اكستوبيشن عليه نعم نعم شلون والله عشديدك استاذ يعني هاي يعني 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 ما كان بالبال يعني هذا واقع اي هذا واقع احنا يعني حتى نفهم الباثوفيزيولوجي وشلون ده تصير التشينجز لانه من خلال فهمنا للتشينجز راح نقدر نستنتج ليش هذا المريض هيك ليش هذا المريض هيك اكيد بالضبط حتى هم نعرف ايش راح نسوي وليش بدنا نسوي هيك ممنونين استاذ شكرا لحضرتك حبيبي حبيبي ان شاء الله بالعكس تدللون كل الخير والبركه احنا بعد لنا محاضره عن السي او بي دي يعني بعد لنا محاضره بالكريتيكلي ال سي او بي دي شلون نتصرف وياه زين عيني اذا قدرنا يجوز اسبوع الجاي او خلال الاسبوع يعني نفضها حتى وراها نشوف شنو اللي نقدر نسوي تصبحون على خير ان شاء الله ما نكون طولنا وياكم احنا هسه كملنا ساعه وربع شباب تمام عاشت إيدك أستاذ جداً. إذا ماكو أي سؤال حتى نختم شباب تدللون إذا ماكو أي سؤال حتى نختم يا أهلاً وسهلاً يلا إذا نختم ماكو سؤال أوكي